عايز صحيح. ارجع على الماتش بتاع بكره. صحيح. يعني انت توقع على سبيل المثال انه التشكيل ده بالطريقه دي بالمراكز دي بالاسماء دي هتلعب زي ما هي، ولا كيروش هيقول لنا بصوا بقى تعال نغير وبالتالي يفاجئ السنغاليين؟ هي دي بقى المشكله، الله اعلم هو يفاجئ السنغاليين ولا يفاجئ لاعبتنا اللي مش محتاجه مفاجات. اوفر ثينكينج، ما اتمناش ده يحصل، وما اعتقدش ان مدرب كبير جدا بحجم كارلوس كروش بعد ما مشي في البطوله بالطريقه دي يتعرض للدي فلوب. تقعد انت بالليل مش يمكن متفق مع اللعيبه؟ لا لا، مرات انطونيو كونتي كانت سابت له مره تشيلسي في ستانفورد بريدج ومشيت لانه صحي الساعه 3 الفجر بعد اللي راجع من المباراه، خلصت الساعه 12 بالليل، قفل اللابتوب نام، صحي الساعه 3 الفجر قعد بيذاكر خطه ثاني يوم، قالت الراجل ده عنده هوس بالكوره، عمل اوفر ثينكينج، راح خسر 3-0، كان بقاله 17 مباراه ما بيخسرش، خسر 3-0، رجع اعترف قال هي كانت صح وانا اللي كنت غلط، انا عملت اوفر ثينكينج، انا فكرت اكتر من لازم في المباراه. فدي نقطة أنت لازم ما تفاجئش نفسك بيها. خلي بالك أنا النهاردة عمال يا أمير بحط لغز مش عارف أقولها لحضرتك إزاي، ويوسف أقولها لحضرتك إزاي، وأقولها للجمهور إزاي. قول يا مولانا قول. أنا حاسس إن محمد صلاح ما ينفعش يبدأ المباراة. ليه؟ مباراة زي دي. محمد صلاح لعب ال 120 دقيقة في كل المباريات اللي شارك فيها. الأكيوميوليتيف فاتيج، الحمل اللياقة البدنية بتاعته، محمد صلاح راس ماله القوة والسرعة. انت دلوقتي اللي عندك اوفر ثينكينج بصراحة. خلي بالك محمد صلاح لو لعب 500 دقيقة لعبه اساسي بصراحة. بص انا معاك ان الحاجات دي ان هو كنجم ليه تقله، لكن انا مش عايز استغل تقله. هي مش فكرة بص يا محمود، هي مش فكرة تقله ولا غير تقله، بس يعني محمد صلاح بيلعب. طبعا انا عارف ان هي يعني مش لوجيك طبعا. بص يعني بس انا ال 120 دقيقة اللي احنا بنقول ان هم على مدار 3 ايام على مدار 3 ماتشات دول، اخر واحد ممكن اقول ان هو اتاثر بيهم محمد صلاح. بصراحة الراجل هو والنيني. الراجل يعني بالظبط الاثنين دول جايين لنا من اجواء مختلفه. تاتش وود اثنين لياقه بدنيه هي عمليا بره النطاق البشري على الاقل في ال 47 سنه اللي انا عشتهم بتفرج على كوره مصر. ما هو ده ليه ما كناش كده؟ لان هم جايين من ظروف عامله كده. يعني هم يعني ليفربول احيانا بيلعب ماتش كل 3 ايام، ومحمد صلاح بيبقى اساسي في الماتش ده وفي الماتش ده، وبيسجل في الماتش ده وبيسجل في الماتش ده، وبيبقى نفس الماتش في الماتش ده فلا هم جايين من بيئه تانية خالص. احنا هنا مثلا ممكن نقول ان ده ممكن مرهق للعيبه الاهلي والزمالك ولعيبه الدوري المصري، لعيبه اللي هي غير معتاده على الكم ده من الدقائق. طيب.